مرحبا من جديد. هل سيمثل الرئيس الروسي أمام القضاء في لاهاي؟ قد لا يكون هذا السؤال الأكثر تداولا مؤخرا بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا بعد ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني بحسب المحكمة. لكن هل سيعتقل بوتين إذا وطأت قدماه أي من الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 123؟ سؤال أجاب عليه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قائلاً: هذا صحيح، لكن المحكمة ليست لديها شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامرها، وتعتمد كلياً على تعاون الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ونادراً ما تقوم الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف، خصوصاً عندما يتعلق الأمر برئيس دولة على غرار بوتين. وعلى سبيل المثال، تمكن الرئيس السوداني السابق عمر البشير من زيارة عدد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، رغم أن المحكمة كانت قد أصدرت مذكرة توقيف ضده. وتعليقاً على المذكرة الصادرة بحق بوتين، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها مبررة، مضيفاً أن بلاده ليست جزءاً من المحكمة الجنائية الدولية، لكنه رغم ذلك اعتبر أن قرارها يبعث رسالة قوية جداً. للحديث أكثر ينضم إلينا من باريس طارق وهبي الباحث في العلاقات الدولية، من موسكو الدكتور نزار البوش أستاذ العلاقات الدولية في جامعة موسكو. مرحبا بكما. إذن أبدأ معك أستاذ طارق، أهمية هذا القرار بالدرجة الأولى رمزية، سياسية أم قضائية؟ مساء الخير يا سيدتي، شكرا للاستضافة وتحية للدكتور نزار، صرنا زمان ما شفناه. سيدتي العزيزة، هذا القرار هو قرار فعلا أولا بالسياسي وثانيا بالرمزي، لأن الكل يعرف أن الآلية التي توصل إلى تطبيقه هي صعبة، وخصوصا بدولة كالتي هي روسيا. زد على ذلك أن القرار ليس فقط هو يشمل الرئيس الروسي السيد بوتين والسيدة بيلوفا وهي المفوضة في الرئاسة الروسية لحقوق الإنسان، والتركيز على موضوع حقوق الطفل، عفوا وليس حقوق الإنسان، حقوق الطفل، انتهاك حقوق الطفل بالتحديد، يرتبط بما قامت به روسيا بترحيل الأطفال الذين هم إما ليس لهم عائلة أو لا توجد لنا ليست ليس لا يوجد معلومات عن عائلات للأطفال، وتم ترحيل هؤلاء وبالتحديد من الدنباس باتجاه يعني مرحلة أولى للدنباس ومرحلة ثانية إلى روسيا. لذلك أنا برأيي الآن هذا القرار الذي اتخذ بإطار ما يسمى اتفاقية روما، أي إنشاء ما يسمى المحكمة الجزائية الدولية، لا تعترف بها روسيا لأنها لم توقع على ذلك، ولا أوكرانيا ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وكل الذين أبدوا رأيهم بالموضوع، وخصوصا يعني عندما نرى التويت الذي قام به السيد ميدفييف والذي قال أن هذه الورقة أو هذا التوقيف نستطيع أن نضعه في المرحاض، هذا يعطيك إلى أي بعد روسيا تتعاطى بالمفهوم القانوني. لسنا نحن لا نتكلم الآن بالمفهوم السياسي، لأن المفهوم السياسي هو فضفاض وهو إلى أكثر من ذلك، لأن التحدي الآن بما يحصل بأوكرانيا تخطى يا سيدتي المفهوم القانوني، وأصبح نوعا من العراك الشخصي ما بين روسيا وأوكرانيا، وللأسف الشديد الكل يحاول أن يناور ولا توجد حقيقة ملموسة لكي نصل إلى ما نسميه حلا ولو أنه بدائيا إذا أردت في هذا الموضوع. طيب دكتور نزار، المجتمع الدولي إذن يتحرك بطريقة تمس رئيس روسيا شخصيا وليس فقط روسيا الدولة أو روسيا الحكومة، ما دلالة ذلك؟ وهل فعلا سيعزل بوتين تماما ولن يستطيع السفر؟ نعم، تحية لك. قبل أن أجيب على سؤالك، كنا نتمنى من المحكمة الجنائية الدولية أن تحاكم الأمريكيين الذين قتلوا 4 مليون فيتنامي والذين دمروا العراق وقتلوا أكثر من 100 طفل عراقي، إضافة إلى تشريد 4 مليون وقتل الآلاف من النساء والرجال. يعني إذا عاقبتهم للأمريكان معلش تعاقب الروسيين، يعني خليني إذا بتسمحي كمل لك.
اوكي، ولا يعني ما يمشي الشيء على الامريكان وما يمشي على الروس كمان لا يعني. هو اصلا ما اصلا ما مشي شيء على الامريكان. طيب هم تفضل. قتلوا ملايين الناس. نعم. كان بامكان الجنائيه الدوليه ان تحاكم بيل كلينتون وبوش واوباما الذين يعني دمروا دول وقتلوا شعوبا، وايضا كان بامكان الجنائيه الدوليه ان تتحدث عن هيروشيما وناكازاكي 150 الف خلال ساعات. لا طبعا يعني هلا ملف الغرب لا لحاله جرائم الغرب، لكن لا لنتحدث الان عن ما يحدث الان توا في روسيا. اصلا كل ذلك هو قبل انشاء المحكمه الجزائيه الدوليه. كل اذا تسمحي لي عم بحكي الدكتور نزار، اسمحي لي معلش حتى لو نعم. قبل الان ممكن وكان ما في شيء اسمه مفعول رجعي بالقضاء حاليا يا دكتور. معلش اوكي. فالمهم كل ما فعلته هذه المحكمة طبعا هو غير قانوني بالنسبة لروسيا، وروسيا ليست عضو في هذه المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف أصلا بقراراتها. وطبعا كما تفضل يعني ضيفك الكريم وقال أن حتى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن تحت ضغوط الغرب والدول الغربية، بعض الدول الغربية ذهبوا إلى هذه المحكمة هي فقط من أجل النيل من هيبة روسيا ومن هيبة طبعا الرئاسة. ولكن هنا بصراحة لم تكترث روسيا. نعم تفضل. نعم نسمعك دكتور نزار، تفضل أكمل دكتور نزار. يبدو أن الدكتور نزار لا يسمعني. أسمع نعم. أصوات. طيب استاذ طارق، اذا الملف فيه كذا نقطه، في المقابر الجماعيه وايضا ثمه بعض الاشياء المتعلقه بالاطفال. هل يمكن ان يتطور هذا الملف ليذهب الى البرلمان الاوروبي ويمرر قرارات تنفيذيه ام لا؟ سيكون ملفا مجمدا كغيره من الملفات التي طالت ايضا مجرمي حرب. سيدتي ما أعرفه حتى الآن هو فقط الملف المتعلق بحقوق الطفل، لأن هذا الموضوع مرتبط أيضا بالسيدة بيلوفا كما قلت لك، وهي المفوضة في الرئاسة الروسية عن حقوق الطفل. أما بما يخص المقابر الجماعية وغيرها، هنا يوجد مشاركة للاتحاد الأوروبي وبالتحديد للجندرمة الفرنسية وللجندرمة البلجيكية بمساعدة القضاء والسلطات الأوكرانية، الشرطة الأوكرانية، للوصول إلى تكوين ملف شامل وكامل عن كل ما يسمى بارتكاب جرائم حرب لها علاقة بقتل أناس مدنيين داخل أرض المعركة وبالتحديد في أوكرانيا. ما ذكرته المحكمة الجزاء الدولية له علاقة ببعض الأطفال القادمين من ماريوبول. والجدير بالذكر أن اليوم بالذات أن الرئيس بوتين كان موجودا في جزيرة القرم وللاحتفال بضم جزيرة القرم إلى أوكرانيا، إلى روسيا، من أوكرانيا إلى روسيا تقريبا لمدة 10 سنوات، لأنه هي ضمت في العام 2014 ونحن الآن في العام 2023، تقريبا 10 سنوات. لذلك الواضح أن الاتحاد الأوروبي يعني كما قال الدكتور نزار معه حق، بمعنى أن هناك ما يسمى لوبي أوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع اليابان وبريطانيا، وكل هؤلاء وضعوا ما يسمى نوع من أرضية قانونية لمحاسبة الرئيس بوتين بالتحديد والسيدة بيلوفا على انتهاكهم لحقوق الطفل، أي بمعنى الحد من حرية الأطفال وأخذهم إلى بين قوسين لو سمحتي لي ما يسمى معسكرات لهؤلاء الأطفال، علما أنني كنت أتحقق بما تقوم به السيدة بيلوفا وهي زوجة لراهب أرثوذكسي روسي وتملك عائلة مؤلفة من 5 أطفال بيولوجيا منها ومن زوجها الراهب الروسي، ولديها 23 طفلا يعني ضمتهم إلى هذه العائلة لتصبح عائلة مكونة من 25. طيب استاذ طارق نعم معها نعم يبدو أن دكتور نزار عاد معنا. دكتور نزار، بوتين يقول بأن هذه الأحكام هي بمثابة ذر الغبار في العيون من أجل صرف النظر عن المبادرة الصينية التي تقوم بها الصين في موسكو.
كيف يمكن أن نشرح هذه النقطة؟ أنا لي رأي آخر طبعا بأن هذه طبعا المحكمة التي يعني خلصت بأن تحاكم الرئيس الروسي كما هم يعتقدون هي من أجل لفت الأنظار عما طبعا عن تقدم الجيش الروسي في الميدان، هذا أولا. ثانيا فعلا من أجل لفت النظر عن طبعا المبادرة الصينية للسلام. أعتقد هنا تعرفون أنتم ذلك، واليوم زخارف تحدثت وقالت شروط السلام وهو الأمر الواقع الآن، وعددتهم: تخليص أوكرانيا من النازيين، تحييد أوكرانيا أو الوضع الحيادي يجب أن يكون لأوكرانيا، عدا ذلك الوضع في الميدان كما هو، المناطق الأربعة لن تتراجع عنها روسيا. إذن أعتقد وصلت فكرتك دكتور نزار، وصلت تماما فكرتك. سؤال أخير وبكلمة واحدة، هل سيحضر بوتين قمة العشرين؟ بوتين هو يحدد إن كان سيحضر أو لا يحضر، أو يمكن أن يرسل عنه ممثل، فهنا لا نستطيع. شكرا جزيلا لك الدكتور نزار بوش، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة موسكو، ومن باريس الأستاذ طارق وهبي، الباحث في العلاقات الدولية.